ولا مش عارفه مين ده، يقدر يحدد مين كيف وقف على تحديد شخصيه كل منهما. هل سابق معرفه؟ قالوا لا. هل هناك ثم خلافات؟ قالوا لا. طب يشهدوا على ايه؟ وكيفيه الشهاده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا علمت كالشمس فاشهد والا فدع. كان يتعالى على النيابه الموقره عند البيت استماع لهؤلاء الشهود ان تاتي بالمتهمان وتناظر المتهمان قبل كل شاهد حتى تستطيع ان تؤكد ذلك الاتهام. وذلك ان العرض القانوني هو يتحقق به الاثبات القاطع للشك، تحديدا قاطعا لا يقبل التأويل في من اعتدى وشخص المعتدى. حضراتكم، سيد عضو نيابة الموقرة بالجلسة الماضية كان قد وجه حديثا بعد أن استأذن الهيئة الموقرة إلى المتهمان.